زعما معكم على اصوات مباشره في ولاد البلاد. شو هذه الفكره بلا مكياج معك اسماء الزرق؟ مازال كضحك على القضيه. دونك بان علينا ما عندكش مشكل دير المكياج او تحيدو. يعني ما عنديش مشكل. والمكياج بمستويات كثيره يعني كاين ديال الصباح كاين ديال العشيه كاين السهره كاين ديال السهره. والمكياج ما تقدرش دير سهره بلا مكياج، هذه شويه صعيبه. يقدر يكون خفيف على حسب الواحد شنو غيلبس، على حسب بزاف الحاجات. أنا فهمنا على أنه مالين ضر ولا فرحانين بك بزاف، بنتهم مشات ومشاركة وكتمثل المغرب وفازت في مسابقة نجم الخليج. شنو هي الخلاصة ديالك اليوم من هذه التجربة؟ كيفاش تعاملوا معك كمغربية؟ واش كان كل شيء مزيان؟ شنو كان في الكواليس؟ لأنه غالبا ما كنشوفوا غير النتيجة والأضواء، حنايا شوية فضوليين في البرنامج، راه ماشي غير كلمة بالغالبية. وبلا مكياج وبلا زواق، كيفاش كانت هذه التجربة بالنسبة لك أسماء؟ كانت بلا مكياج. يعني كان طموح كبير بالنسبة لي، واستفدت من البرنامج بزاف. اللي كيفاش استفدتي منه؟ من أجمل ناحية استفدت من كل شيء. بيان سور عطاني شابية الحمد لله. شحال تقريبا ديال الناس اللي كانوا كيتفرجوا في نجم الخليج؟ الفكرة كان بزاف، كان بزاف من الخليج، من امريكا، من اوروبا، وكان انا كيجيني التصويت بزاف من الجالية المغربية بزاف ومن المغاربة. فالحمد لله هذا الشيء، يعني هذا هو اللقب اللي فزت به. و جبتي ماديا؟ ماديا كاين وي. شنو دابا انت جيتي في المرتبه الثانيه؟ 500,000 فرنك. شنو غادي تبيع دابا؟ وليت بزاف فضولية حيت محمد اشاور باش يدير ان فيلم ما خصش بزاف الفلوس، صح؟ انت باغا حاطه عليه صح؟ ما خسرتيش؟ واش مره قال لي الفيلم ما رد والو، دونك خسرت كل شيء. اسمع شحال كانت ما قدرتش نعرف شحال الاول خدا وشحال الدوزيام. ماشي بحال في مسابقه وحده اخرى ديال الغناء تيقولوا مثلا غادي تربح، لان مازال لا كتكون غادي كيعطوك شي بوريكه في الطريق كيقول لك تقريبا. شنو كيعمل لكم الانتاج من بعد كيساعدوكم؟ شوفي هو قناه دبي هي ماشي شركه انتاج، ولكن هما كيقلبوا لك على الشركات ديال الانتاج، كيعيطوا لك في لي بروغرام ديالهم كيحال طرططا، كيوليو متابعين المشوار ديالك. طرططا اللي هو عند الاصل مخوذ على البرنامج اللي صاحب الفكره فيه هو ناجي لانيماتور الفرنسي اللي عنده اصل مصري، وتيرمون ليميسيون ديالو نجحات وهذا البرنامج خدا صدى سميتو انه تنلاحظوا في مجموعه القنوات والقنوات التلفزيونيه العربيه. وكما قلت لك نرجع انا وتعلمت بزاف الحاجات من الاساتذه اللي كنا كناخذوا دروس من كل شيء، من محتى الصحه، من سبور، من كيجي يقول لنا دكتور نفساني، الفوكاليز، المسرح، كل هالحاجات استفدنا منها بزاف. ونفساني على المغاربه ولا تبي نفساني كل شيء؟ لا لا لا، غير على كل شيء ماشي غير على المغاربه. الحمد لله حنايا نبري ولاد. ولكن الحاجه اللي شفتها انهم كانوا كيحترموني بزاف وانا كنحترمهم.